احنا الغرض من ان احنا جايين عشان نعرف المنافس بتاعنا في المجموعه، مجموعه اعتقد متوازنه، لكن لازم نحترم كل الناس، لازم نحترم المنافس. ما فيش حاجه دلوقتي اسمها سهل وصعب في الكوره، الفرق كلها متقاربه. يمكن في اسماء بتفرق شويه على مستوى خبرات، لكن بنحترم الناس كلها وبنستعد بشكل جدي لاي فريق. القرعة صعبة للغاية، سوف نلعب ضد مصر التي تمتلك فريق قوي ومرشح للفوز بالبطولة. على أي حال سنلعب ضد زيمبابوي، وهي أيضا كانت معنا في نفس المجموعة. لقد كنا في نفس المجموعة خلال التصفيات، وهزمونا في مباراة الذهاب ثم تعادلنا في مباراة العودة، لذا ستكون مهمة صعبة جدا علينا، لكننا سنفعل ما بوسعنا للتأهل. لقد وقعنا ضمن مجموعة قوية تجمع بين مصر والكونغو، وأنا أعتقد أنهم فرق جيدة جدا، وزيمبابوي أيضا فريق قوي، لكن أعتقد أن المباريات ستكون متكافئة لأن لدينا بعض المهارات التي تؤهلنا جميعا للدور المقبل. نعم المجموعة صعبة مثل باقي المجموعات، وذلك لأنهم يضم العديد من الفرق الجيدة والقوية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ونحن متحمسون للغاية لاغتنام هذه الفرصة والتأهل من هذه المجموعة.